إليكم الطريقة الصحيحة لتمديد الصورة دون التأثير على أبعادها. فلو مثلا لدينا هذه الصورة ونريد أن نمددها، فلا نقوم بهذه الطريقة التي تؤثر على أبعاد الصورة. هذه الطريقة خطأ، والطريقة الصحيحة نقوم أولا بتحديد المنطقة التي في الأعلى من خلال أداة التحديد كما تلاحظون، ثم نقوم بتحديد المنطقة في المنطقة السفلى كما تلاحظون، ثم من قائمة Edit اختار Fill، ثم بهذه الإعدادات التي ترونها، ثم ننقر على OK وننتظر حتى تتم المعالجة. أصبحت لدينا الصورة بأبعادها الطبيعية وبشكل جميل كما تلاحظون.